والله البارح بعد الصلاة قاعدين أنا وعبده مشغلين الحطب بنجهز الشاي، وكلمني ولد خالتي على الخاص قال لي أبو فدا دريت إيش صاير؟ قلت له إيش؟ قال لي ترامب مغرد في تويتر ومسوي لك منشن بالخطأ، والشعب بيصور الشاشة وبيرسل. ودي والله أقول للشعب خليكم في بيوتكم هذا الوقت لين ما تنتهي الأزمة، وإيش ما تقول الحكومة سوي عشان تنتهي. أنا وصديقي عبدو وصديقنا الجنية مستعدين نلبي طلبية ترامب ونساعده باللي نقدر عليه. وما ننسى بعد نشكر جريدة اليوم على تفاعلها معانا.